حسن شربات النادي الاهلي من داخل غرف ملابس النادي الاهلي. محمد هاني احسن باك رايت في مصر. محمد هاني اللي اتظلم الفتره الاخيره. مليون مبروك بطوله الدوري جدا النهارده مستر سيرت بيران عليك وتكسب الرهان النهارده وتفوز باللقب وتقدم النهارده مباراه ولا اروع ولا اقل. والله الحمد لله طبعا كل شيء يعني الواحد فرحان طبعا جدا. تعب سنه كامله ربنا عوضك خير في الاخر عشان كل واحد في الاوضه دي وكل واحد في الفرقه دي تعب وادى اقصى ما عنده عشان كده ربنا عمره ما بيضيع تعب حد. احنا الناس كلها وقفت قدامنا عشان عايزين يوقعونا وعايزين يقللوا من قدراتنا لكن احنا الحمد لله ردينا على كل واحد فيهم وردينا على كل واحد بيشكك في اي لعيب هنا والحمد لله ربنا ادانا على قد نيتنا والحمد لله طبعا على كل شيء. يعني توقعت هتلعب النهارده؟ لا بصراحه ما حدش كان يلعب خالص واي كان مين اللي كان هيلعب اهم حاجه نكسب نبقى زي دلوقتي اهم حاجه نكسب بالظبط. مليون مبروك يا نجم يا مستقبل الناحيه اليمين في مصر كلها. ربنا يخليك. مليون مبروك كابتن.